يقترب المشروع من الاكتمال، وتقترب نظرات الأهالي من معانقة الحلم الذي انتظروه طويلاً، وها هم يرونه مشروعاً حقيقياً على أرض الواقع. المشروع عمل طيب وعمل يشكر عليه بصراحة، ويعني فرحة لا تطاق لدى الأهالي، يشهد الله أنهم فرحين جدا. يملأ الفرح المكان، لن يحتمل أعباءً مالية وجهداً بدنياً ومشقات يومية للحصول عليه، فقد صار الماء قريباً والابتسامة ممكنة.